الرئيس السيسي يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن. الفيدرالي الأمريكي يؤكد تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأسعار النفط تنخفض بعد أنباء عن استعداد السعودية لزيادة الإنتاج إذا تراجعت إمدادات روسيا. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. والبداية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة الأشقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على نتائج زيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث من العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة. كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات في مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية. وقد أكد السيد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تجسيداً واقعياً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه سيادته بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الأشقاء. أكد الرئيس السيسي أهمية قضية سد النهضة لمصر وشعبها، مشدداً على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وخلال استقباله مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أكد الرئيس السيسي على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، كما أعرب عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين وحل المشكلات الخاصة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، أشار مدبولي إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة. هذا وأضاف مدبولي أنه تم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة وجاري طرحها للحوار المجتمعي تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وإلى شأن التونسي، حيث قالت الجريدة الرسمية التونسية إلى أن الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. وكان سعيد قد أشار خلال اجتماع لمجلس الوزراء التونسي إلى أن هناك عددا من القضاة أسهموا في تعطيل التحقيق في آلاف الملفات الإرهابية والتستر على فاسدين وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية وكذلك التواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة. تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري. تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، وهو نفس العدد
6268 محضر. الامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية. التهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا تحقيقية ذات صبغة إرهابية، والسعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا إرهابية من المساءلة أو التتبع الجدي مستغلاً صفته. هذا وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على عدم التدخل في شؤون القضاء، مشدداً على عدم القبول بأي تجاوز للقانون. أما المشروع الثاني الذي تم إقرار اتخاذه وسيتم التداول فيه بعد قليل، فيتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وقد تم التحذير إثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء. قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي الأمريكي شهد تباطؤا في الأسابيع الأخيرة وسط رياح معاكسة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. هذا وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن الأسر والشركات الأمريكية تعاني جراء ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والاضطرابات المستمرة نتيجة عدوى كوفيد-19. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عمليات نقل جوي لحليب الأطفال من أوروبا وأستراليا للتعامل مع أزمة النقص الحاد في حليب الأطفال. جاء ذلك خلال كلمة لبايدن أثناء اجتماع افتراضي مع المسؤولين التنفيذيين لشركات الحليب المجفف، وذلك لمناقشة استيراد الحليب بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي. قالت صحيفة نيويورك بوست إن التضخم سيجبر 25% من الأمريكيين على تأخير سن التقاعد. هذا ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إحدى استطلاعات الرأي أن ارتفاع تكاليف الضروريات اليومية مثل الطعام والوقود إلى مستويات قياسية هو مجرد واحدة من عدة مؤشرات لتأثير التضخم على الأسر الأمريكية، واضحة أن ما يقرب من 60% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن التضخم كان له تأثير سلبي على مواردهم المالية الشخصية، بينما أكد 21% أن الظروف الاقتصادية قللت من مدخراتهم التقاعدية. أفاد دبلوماسيون غربيون أن المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسية وفرض عقوبات جديدة على روسيا. وخلال قمتهم الأخيرة في بروكسل أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمنت بشكل خاص إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا على القائمة الأوروبية السوداء، وهو الأمر الذي ترفضه المجر. تأثرا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، يواصل التضخم في فرنسا ارتفاعه في القطاعات كافة، وقد انعكست معدلات التضخم في فرنسا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواصلات العامة فضلا عن منتجات عدد من الصناعات الرئيسية في البلاد.
خلال عام واحد فقط وصل التضخم في فرنسا إلى 5.2%، مستوى لم يصل إليه منذ عام 1985، حيث تأثرت كافة القطاعات ليشعر المواطن الفرنسي بارتفاع الأسعار لتطال السلع الغذائية والوقود والملابس والأجهزة الإلكترونية والأثاث، حتى تأثرت القوة الشرائية بشكل ملحوظ وتفاقمت تحديات عديدة أمام المسؤولين. فيما يخص الفرنسيين فهم يقومون بتوخي الحذر فيما يشترون، وهناك بعض من المنتجات لا تتوافر في المحلات، مثل ما هو الوضع بالنسبة لزيت عباد الشمس، حيث هناك تناقص، والمستردة أيضا، وارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية بصفة خاصة للطبقات الأكثر فقرا بشراء أقل. هذا ما أتوقعه بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الأضعف. يمكن أن تقوم بإلغاء أجازاتهم جميعا ويبدأون بشراء مستلزماتهم الأساسية والبحث عن أقل الأسعار. أدى ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى تأثر أسعار النقل، فعلى مدار عام ارتفعت بنسبة 15% تقريبا للقطارات، وأكثر من 26% للحافلات، و28.2% على وجه التحديد للرحلات الدولية المغادرة من فرنسا، وتخطت الأسعار في قطاع الطيران المستويات المسجلة في عام 2019. بالنسبة للطاقة ليس بعد، لأننا بالربيع الآن ولا نحتاج للتدفئة. أما فيما يتعلق بالفئة الأكثر فقرا، بدأت بالفعل تتأثر. يجب أن تقوم الحكومة بفعل شيء ما لمساعدتهم. ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي في بيانه الشهري الأحدث أن زيادة كبيرة طالت المنتجات المصنعة وبعض الخدمات بفرنسا وقطاع الأثاث في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لانتخابات تشريعية. يبقى الأمر على أرض الواقع مشوشا، تاركا تساؤل كيف سيستقبل الفرنسيون عطلتهم الصيفية هذا الموسم وسط هذه الأزمات والمتغيرات، في ظل توقعات باستمرار التضخم في الارتفاع بفرنسا في الأشهر القليلة القادمة. خالد شقير، إكسترا نيوز من فرنسا. أعلنت الحكومة الهولندية عن تعاون مشترك مع الحكومة الألمانية من أجل تطوير واستغلال حقل جديد للغاز في بحر الشمال، وذلك للمساعدة في تأمين إمدادات الغاز في ظل العقوبات التي تفرضها الحكومة الروسية على الإمدادات لهولندا. هذا وتتوقع الحكومة الهولندية بدء الإنتاج في الحقل المشترك بحلول نهاية عام 2024. أكد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوفا أن المنظمة الدولية حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال كوبياكوفا إنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا ومعدلات الجوع في العالم تجاوزت الخطوط الحمراء، خاصة مع التراجع الحاد في السلع الرئيسية لدى الدول الأكثر فقراً. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل اجتماع أوبك بلس وإعلان السعودية عن استعدادها لزيادة الإنتاج. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما تجاوز 2% لتصل إلى 113 دولارا و77 سنتا للبرميل، كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي مسجلة مستوى 112 دولارا و73 سنتا للبرميل. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن السعودية أبلغت الدول الغربية أنها مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها أن المناقشات التي تجرى حاليا تتعلق بقيام السعودية والإمارات بزيادة فورية في إنتاجهما إذا انخفض إنتاج الخام الروسي بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو، مضيفة أن زيادة الإنتاج المقررة في سبتمبر ستطبق بدءا من يوليو وأغسطس. تجتمع اليوم مجموعة دول أوبك بلس المصدرة للنفط من أجل التوصل لاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي. وبحسب مصادر فمن المتوقع أن تصدق المجموعة خلال الاجتماع على زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر يوليو. وكان إنتاج النفط الروسي قد شهد تراجعا ملحوظا بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة
نتيجة للعقوبات الغربية على موسكو. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيلتقيان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ في البيت الأبيض اليوم الخميس. وتأتي الزيارة لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، ستتضمن راجمات الصواريخ الخفيفة المتنقلة من نوع هايمرس. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة التي تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية، مشيدا بشجاعة الشعب الأوكراني. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن. كما أوضح بيسكوف أن موسكو علقت جميع أشكال الحوار مع واشنطن بشكل عملي. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إجراء محادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين سيكون بناء في الوقت الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ألكساندر شتوبون استمرار قوات الجيش في الدفاع عن النقاط الاستراتيجية في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة. كما أكد المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل القصف العشوائي لمناطق المدنيين بما فيها المدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يزال يمنع الملاحة أمام سفن إمدادات الغاز الغذاء في البحر الأسود وبحر أزوف. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية سيطرت على معظم مدينة سيفرودونيسكا الصناعية الأوكرانية، وأضافت أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تسيطر على خط النهر في مواقع العبور بين سيفرودونيسكا وبلدة ليستشانسكا المجاورة وفي مدينة لومان، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية دمرت الجسور القائمة في كلا الموقعين. أصدرت الداخلية البولندية قرارا بالتوقف عن صرف بدل الإعانة اليومية لجميع اللاجئين الأوكرانيين باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات اللواتي يعلن عددا من الأطفال، على أن يسري القرار بدءا من أول شهر يوليو المقبل. ويأتي القرار وفقا لما جاء في بيان السلطة كمحفز لتشجيع اللاجئين على البدء في العمل وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم. كان الرئيس البولندي أندري دودا قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لإجبار وارسو وبودابست على التعامل مع تدفق اللاجئين دون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي. ووصل إلى بولندا حتى منتصف مايو الماضي أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العمليات العسكرية الروسية.
قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية برصاص مسلح أطلق النار في مجمع طبي. وقالت شرطة المدينة أن منفذ الهجوم انتحر بعد أن أطلق النار من بندقيته، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة قاموا بتفتيش كل غرفة من غرف المبنى للتأكد من عدم وجود أي تهديد. انطلق في السويد اجتماع ستوكهولم 50 بلس لمناقشة القضايا البيئية، ويتضمن الجدول الزمني لمناقشات بشأن بواعث القلق المناخية والبيئية الملحة والتنمية المستدامة. أسدلت هيئة المحلفين بمحكمة أمريكية في فيرجينيا الستار على قضية التشهير التي شغلت الرأي العام العالمي المقامة من النجم العالمي جوني ديب ضد طليقته الممثلة الأمريكية أمبر هيرد بتهمة التشهير. وقضت المحكمة الأمريكية بإدانة أمبر هيرد ودفعها تعويضا يبلغ 15 مليون دولار لجوني ديب بتهمة التشهير من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري، فيما تم الحكم على جوني ديب بتعويض مليوني دولار لأمبر هيرد في قضية تشهير مضادة كانت تطالب خلالها بجبر ضرر يصل إلى 100 مليون دولار. وفيما رحب الممثل جوني ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين الأمريكية بعد جلسات استمرت 6 أسابيع، أبدت أمبر هيرد خيبة أمل تفوق الوصف إزاء الحكم. أعلنت السلطات الصينية مقتل 4 أشخاص بعد أن ضرب زلزالان مناطق في جنوب غرب البلاد، وكما تسبب الزلزالان في إصابة العشرات وإلحاق أضرار بالعديد من المنازل. رياضيا، واصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمباراة ضيفه الغينية يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وشهد المران انضمام لاعبي النادي الأهلي بالإضافة إلى اللاعب أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي. واشتمل مران المنتخب على بعض التدريبات البدنية ثم تقسيم في نهاية المران. فاز المنتخب الليبي لكرة القدم على ضيفه البوتسواني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينة ببنغازي في افتتاح منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023. وسجل صالح طاهر هدف المباراة الوحيد للمنتخب الليبي في الدقيقة 54، بينما حصد المنتخب الليبي أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم كذلك تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا. فازت أنغولا على ضيفتها جمهورية أفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب 11 نوفمبر في افتتاح منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، لتحصد أنغولا أول 3 نقاط لها بالمجموعة التي تضم أيضا غانا ومدغشقر وأفريقيا الوسطى.
يستضيف المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي اليوم ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسيقام اللقاء في 9:45 مساء على ملعب بنتو فيامارين بمدينة إشبيلية. وكانت إسبانيا قد خسرت المباراة النهائية في النسخة الماضية أمام فرنسا بنتيجة 2-1. وختاما مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولة العشرة صباحنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن. الفيدرالي الأمريكي يؤكد تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأسعار النفط تنخفض بعد أنباء عن استعداد السعودية لزيادة الإنتاج إذا تراجعت إمدادات روسيا. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.